الشركة العامة للكهرباء. مهندس عوض، أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد وبضيفك الكريم المهندس فخري المسماري رئيس الهيئة العامة للكهرباء، وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين وبقناة الحدث. شكرا لك. الكثير الآن أو الأعين اتجهت للشركة العامة للكهرباء وللمؤسسة أو الهيئة العامة للكهرباء بعد حالات الانقطاع المتكررة التي لازمتنا خلال العشر أيام الماضية. الكثير يسأل الآن عن المستقبل، هل انتهت الأزمة؟ دكتور أحمد، يعني أزمة الكهرباء أزمة يعني بدأت منذ 2011 ناتج لأن الشبكة الكهربائية لم يتم يعني عمل أي وحدات توليد جديدة، ولم يتم طبعا البدء بالأعمال يعني بالمشاريع المتوقفة مثل محطة غرب طرابلس ومحطة الأوباري ومحطة طبعا سرت البخارية، وناتج لتعطل البدء في هذه المشاريع وكذلك لعدم وجود خط التنمية منذ 2011. كل ذلك أدى إلى انهيار قطاع الكهرباء. اللي نحب نقول لك طبعا أن الهيئة العامة للكهرباء زي ما تفضل المهندس فخري المسماري رئيس الهيئة هي تتبعها ثلاثة أقسام، هي الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية القابضة للكهرباء وجهاز الطاقات الجديدة والمتجددة. الهيئة أنشئت في سنة 2014 وأسندت إدارتها في ذلك الوقت حقيقة إلى يعني ناس كانوا غير ذوي اختصاص، وبالتالي رأينا الإظلامات في عام 2015 و2016 في الشرقية وفي الجبل الأخضر. أعيد طبعا تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء في عام 2017، وكان حقيقة من ذوي الاختصاص ومن المهندسين ذوي الخبرة من الشركة العامة للكهرباء لأكثر من ربع قرن، وكان حقيقة على رأسهم رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري الذي أحييه اليوم يعني على شرحه وفي لكل المغالطات. المهندس فخري المسماري حقيقة زميل لفترة طويلة وابن قطاع الكهرباء، وتقلد عدة مناصب قيادية لفترة من الزمن. أنا كمدير تنفيذي للشركة العامة للكهرباء أعتبره رجل مرحلة وقادر أن ينهض بهذا القطاع في هذا الوقت كما أتيحت له الفرصة وتوفرت الإمكانيات. يعني حقيقة اليوم كذلك اليوم أحيي يعني كل المهندسين والفنيين بمحطات الإنتاج ومراكز التحكم ومحطات التشغيل الذين يعجز الكلام عن ما قدموه ويقدموه كل يوم، خاصة في ظل المشاكل مشاكل القطاع المنهارة، وخاصة فيما مرت به الشبكة الكهربائية في ظل الظروف التي حدثت من أول يوم العيد لمدة 10 أيام. كما تفضل المهندس فخري المسماري شارحا خروج وحدات التوليد في محطات السرير وفي أزويتينا وفي شمال بنغازي. أشكرك جزيل الشكر المهندس عوض البدري المدير التنفيذي في الشركة العامة للكهرباء. أنتقل الآن